بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة فاطمة بعدي من أوسيكيس مسمرير بومالبات أحلام تنغير. قريت في أوسيكيس من الابتدائي وسنة الإعدادي في 98 أبخي كملت قريت في القلعة وتابعت دراستي العليا بكلية طب مراكش. تجربتي في كلية الطب علمتني بزاف، علمتني الاستقلالية، علمتني نعتمد على راسي، علمتني ندير ثقة في راسي بزاف، علمتني بزاف ديال لي شوز خاصني نوصلهم للاخرين البنات الدراري كلهم يعانينا منها. الاول على مستوى اللغه خاصنا ننميو اللغه الفرنسيه، حيت كما كتعرفوا التعليم العالي باللغه الفرنسيه، يعني خاصك تنمي الجانب اللغوي خاصه اللغه الفرنسيه. ثاني حاجه المشكل ديال لي ديبلاسمون ديال لي ترونسبور كطلبه ولا الطالبات ديال الجنوب عندنا مشكل ترونسبور باش تمشي من مراكش باش ترجع من مراكش، خصوصا في الاعياد الدينيه كتلقى زحام، يعني خاص تنشئ واحد لاسوسياسيون اللي تكلف بالطلبه الكرا مشكله الكرا. البنات كاين الاغلبيه اللي تسمح بخدمة الكرا، ما كرهناش تكون ديروا الطالبات اللي تقراو مزيان ووالديهم ما تحرمهمش واحد الجمعيه اللي تكلف بهذا الشيء وتكلف الترونسبور ديالهم حتى الطلبه اللي ما فحالهمش او دي جاني، يعني باش تكلف بهم. بالنسبه للفتاه لا شيء مستحيل، يعني خصني نجتهد وخصني ندير ثقه في راسي وخصني نعتمد على راسي وهكا خصني نوصل. واول حاجه خصني نعرف اش بغيت، حيت بالنسبه لهذه الرساله من كتخاطبي من كتخاطبني الفتاه القرويه الفتاه ديال منطقه الجنوب الشرقي ديال تنغير ورزازات كلهم، يعني خصني نحدد الاهداف ديالي اش بغيت باش نمشي على داك الطريق. باش نمشي على داك الطريق خصنا نرسم واحد المسار، بغيت ندير هادي وهادي وهادي وعلاش خصنا نعتمد، يعني خصنا بحال الحياه خصها كلها تكون يعني خص تكون برنامج، يعني واخا الامر بيد الله ولكن خصنا نعرف اش بغيت وخصنا نعرف فين بغينا نوصل. يعني والثقه بالنفس والاعتماد على النفس والاجتهاد. شكرا.